في الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى تخصص بي بي سي موسما خاصا لإلقاء الضوء على تلك الفترة والنتائج التي تركتها الحرب سياسيا واجتماعيا وجغرافيا. هذه الحرب التي حصدت الآلاف من الأرواح تركت أثرا كبيرا على الفن والفنانين. في هذه الحلقة الخاصة من آفاق ننظر في هذا الجانب ونتابع كيف أثرت الحرب العالمية الأولى على الفن والفنانين من خلال زيارة معرض خاص عن الحرب وهو من الشارع إلى الخندق، كما نعرض عليكم نسخة نادرة لكتاب ألفه لورنس العرب وباعه لإحدى السيدات وهو يظهر للمرة الأولى في آفاق. نتعرف على بعض رسومات جروس وتأثير الحرب العالمية الأولى على أعماله. نسخة نادرة لكتاب ألفه لورنس العرب في آفاق. ولكن بداية من مانشستر وتحديدا من المتحف الملكي للحرب الذي أقام معرضا خاصا في الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى تحت عنوان من الشارع إلى الخندق، وفي هذا المعرض الكثير من القصص الخاصة والقصص الإنسانية المتعلقة بالحرب. بالإضافة إلى هذه القصص التي تظهر تأثير الحرب على أفراد المجتمع، نتعرف في هذا المعرض على مجموعة من الأعمال الفنية التي تعكس تأثر الفنانين بالحرب. نحن هنا في المتحف الحربي الملكي في مانشستر وتحديدا في أحدث معارض هذا المتحف الذي أطلقنا عليه اسم من الشارع إلى الخندق، الحرب العالمية التي شكلت المنطقة. تأسس هذا المتحف عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك لتخليد شجاعة وتضحية المدنيين والعسكريين على حد سواء. واليوم بعد 100 عام هذا المعرض يحكي قصص هؤلاء. هذا المعرض هو الأكبر في شمال غرب إنجلترا عن الحرب العالمية الأولى. عندما تتجول في صالاته ترى أن كل جزء من أجزاء المعرض يشار إليه برسالة من الأختين ماجواير، اللتين كانت إحداهما تعيش في ليفربول والأخرى في كندا، وكانتا تتراسلان خلال الحرب العالمية الأولى. هذه الرسائل قدمت للمعرض مع نهاية الحرب وتعد سردا تاريخيا رائعا عن كيفية تعايش المدنيين مع الأحداث العالمية الدائرة من حولهم. طب أليكساني، ما هي أهمية قصص أو حكاية الناس أثناء الحرب؟ يعني لماذا التركيز على هذه القصص الإنسانية؟ الفكرة الرئيسية من هذا المعرض إظهار كيف أن الحرب العالمية الأولى اختلفت عن سابقاتها بأنها أثرت على نواحي المجتمع كافة. لدينا هنا على سبيل المثال هذه الرسالة من تلميذة في مدرسة إلى اللورد كيتشنر، المسؤول الأول في الحكومة البريطانية حينها، عن حملة التجنيد التي طالت البشر والخيول. كانت هذه التلميذة تملك مهرة صغيرة وكتبت الرسالة للورد كيتشنر حتى لا يأخذ هذه المهرة إلى الخدمة. عزيزي اللورد كيتشنر، أكتب لك بشأن مهرتنا الصغيرة التي نخشى أن تأخذوها منا للخدمة في جيشك. نرجوك ألا تأخذها، والدي يقول إنها ستصبح أما في العام القادم.
وسنحزن كثيرا لو أخذتها للجيش. نحن قدمنا حصانين آخرين للجيش، كما أن ثلاثة من أفراد أسرتنا يقاتلون معكم في أسطولكم الحربي. الأمهات من الخيول لن يقدمن أي شيء لك، لذا نرجوك أن تبقي لنا ديتي، ونرجو أن ترسل طلبا رسميا بأسرع وقت قبل أن يأتي أحد لأخذها. المخلصة فريدا هيليتز. جاءها الرد العاجل من مكتب اللورد كيشنر في رسالة رسمية تقول إن تلك المهرة لن تستخدم في الجيش. وهذه واحدة من القصص الكثيرة التي كانت تحكي كيفية تأثير الحرب على حياة الأشخاص، سواء كانوا أطفالا أم كبارا، سيدات في الجبهة الداخلية أم رجالا ممن ذهبوا للخدمة العسكرية حول العالم. هذه قصة أخرى ملفتة نجدها هنا في قسم الشوارع من صالة العرض المسمى من الشارع إلى الخندق، وهي تعطي تصورا عن تشكيلة الشارع البريطاني في الحرب العالمية الأولى. ويتفرع من الشارع غرفة صغيرة تحكي لنا قصة رائعة عن العلاج الطبي الذي كان يقدم خلال الحرب، بما في ذلك قصة مستشفى وودلون في ديتسبري، حيث كان يرجع جميع المقاتلين في الجبهة الغربية لتلقي العلاج هناك، وكانوا يضعون توقيعاتهم على ملاءة السرير، ويظهر غطاء السرير وكأنه مزخرف بتلك التوقيعات التي ما زالت موجودة ونراها الآن بعد مرور 100 عام على الحرب. أيضا توجد في الصالة الرئيسية من المتحف قطعة بسكويت، قام أحد الجنود الذين يحتفظون بحصتهم من البسكويت بنقش بعض الكلمات عليها، فكتب: ملككم وبلدكم بحاجة إليكم، وهذا ما يعطيكم إياه. من اللافت للنظر أن قطعة البسكويت هذه لا تزال موجودة منذ 100 عام، فهي قاسية ومتيبسة، وهو ما كان مدعاة لتذمر الجنود في ذلك الوقت. هذا أيضا مسدس يعود لجي آر آر تولكين، وهو الكاتب الذي ألف روايتي The Hobbit و Lord of the Rings. ومن الجدير بالذكر أنه شارك في معركة سوم في الحرب العالمية الأولى، وتبدو كتاباته متأثرة بشدة بالتجارب التي مر بها خلال تلك الحرب، فقد أصيب في المعركة وأعيد إلى المملكة المتحدة، وعندها بدأ بكتابة رواياته. ونلاحظ أن الكثير من شخصيات رواياته مستوحاة من الشخصيات والظروف التي مر بها في جبهات القتال، وهذا يدل على حجم الإبداع الكبير الذي فقدناه بوفاة بعض الأشخاص في تلك الحرب، لكننا محظوظون لأن الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة قدموا أعمالا هائلة. في صالة العرض الرئيسية الخاصة هناك قصة عن مزارع هو واحد من 2 فقط بقيا على قيد الحياة بعد غرق باريجتهما في معركة جوتلاند التي وقعت عام 1916، وهي أكبر المعارك البحرية في الحرب العالمية الأولى. وهذه القصة قصة شخصية رائعة. إذن الحرب العالمية الأولى شكلت كل ملامح المجتمع الذي نعيش فيه اليوم، ويظهر تأثيرها على عناصر صغيرة من حياتنا، مثل استخدام العملة المعدنية بدلا من النقدية لأن المعادن كانت ضرورية لصناعات أخرى، وأيضا التغيير التدريجي لطبيعة دور المرأة في الحياة اليومية، وكل تلك القصص بالغة الأهمية حول دور المرأة التي نقدمها هنا. إنها قصص شخصية ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط حياتنا الحالي، وبإمكان الناس المقارنة بين تلك القصص وطريقة حياتهم اليوم. إذن أليكس، جزء آخر من هذا المعرض هو الدعاية أثناء الحرب العالمية الأولى وأهمية هذه الدعاية، خصوصا أنها اعتمدت على الفن ودور الفنانين في ابتكار لوحات مبدعة لدعوة الناس للمشاركة في هذه الحرب. فما هي أهمية الدعاية خلال الحرب العالمية الأولى؟
الدعاية كانت ذات أهمية بالغة خلال الحرب العالمية الأولى. نحن هنا أمام جدار كامل مليئا بإعلانات التجنيد. هذه الملصقات استخدمت بشكل ملحوظ في بداية الحرب وظل استخدامها مستمرا طوال فترة الحرب. فهنا نلاحظ حملة تجنيد على نطاق واسع في بداية الحرب عام 1914، خاصة في شمال غرب إنجلترا والمدن المكتظة بالسكان مثل ليفربول ومانشستر على وجه الخصوص، حيث كانت هناك حاجة ماسة لأن يلتحق رجال تلك المناطق بالجيش. وكان دور الإعلام مهما جدا لأنه يشجع الناس على الذهاب وأداء الخدمة العسكرية في الجبهة الغربية مستخدما طرقا مختلفة. مصممو تلك الإعلانات لجأوا إلى رسوم وأعمال فنية لا تصدق، مثل هذا الإعلان الذي تراه خلفي على الجدار ويقول النساء في بريطانيا يقولن اذهب. وتضمنت الإعلانات تعابير عاطفية ومثيرة للمشاعر مثل النساء والزوجات والأطفال والأمهات لتشجيع الرجال وأرباب البيوت على الذهاب للخدمة العسكرية. هنا إعلانات تستخدم أعمالا فنية أقل إبداعا، فهي مليئة بالكلمات والنصوص مثل هذا الذي تراه خلفك، حيث يقول نحتاج إلى 1000 رجل من مانشستر للخدمة العسكرية وأنت من ضمنهم. وهذه إشارة للرجال تقول إن الكثيرين تقدموا للخدمة، فلما لم تتقدم أنت بعد؟ هذا تشجيع للناس من خلال الإعلام، حيث يطلب منهم الذهاب إلى جبهات القتال الغربية، وبذلك تستطيع بريطانيا الاستمرار والانتصار في الحرب التي لم تشهد لها مثيل. الإبداع مهم للغاية. لدينا هنا ملصق لصورة اللورد كيتشنر وهو بشاربه الكثيف، وهذا أهم ملصق خلال الحرب على الإطلاق، حيث يقول أيها البريطانيون بلدكم بحاجة إليكم. إنها حملة مبدعة جدا لأنها تستخدم الوجه الجاد للورد كيتشنر من أجل تلميع صورة الحملة وتشجيع الناس على الانضمام للجيش. هناك ملصقات أخرى تظهر بوضوح الاستخدام المبدع للألوان، فهذه الألوان لم تفقد رونقها حتى بعد مرور 100 عام، وهذه الرسوم استخدمت لتشجيع الآلاف والآلاف من الرجال للانضمام إلى الجيش البريطاني حول العالم. هنا في الباحة الرئيسية في الغرفة المجاورة لصالة العرض تظهر لوحات من فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة. هذه اللوحات تعرض وجهة النظر الألمانية، وهناك اختلاف نوعا ما في طبيعة الأعمال الفنية المستخدمة هنا. إنه لشيء مذهل أن ترى مرة أخرى كيف أن أبداع الفنانين الذين صمموا هذه اللوحات يشجع الناس على أن يتوجهوا التوجه الذي ترغب به الحكومة. ولكن أليكس، يعني يبدو أن على الرغم من إبداع الفنانين والمحاولات الحثيثة لتشجيع الناس بالانضمام أو بالمشاركة في هذه الحرب، هناك الكثير ممن رفضوا المشاركة في الحرب العالمية الأولى، وهناك يعني قصص هؤلاء موجودة هنا في هذا المعرض، هل لك أن تحدثنا عنها؟ اختير الجنود بشكل بارز من سكان المناطق الشمالية الغربية لأنها مكتظة بالسكان. هذه المنطقة كانت المنطقة الرئيسية للتجنيد، لكن التركيز على الاختيار منها كان يعني خلق نوع من الاحتجاج السياسي الحاد، خصوصا من قبل المعارضين للحرب. فقد ظهرت جماعات منظمة من رافضي الخدمة العسكرية في كل مكان، وهم الأشخاص الذين يرفضون الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقية أو ربما دينية أو عقائدية. فقد كان هناك طيف واسع من الأشخاص الذين يرفضون الذهاب وأداء الخدمة العسكرية في الجيش أو القتال على الجبهة الغربية أو في أي مكان في العالم، مثل يوكليد فيرسبي من مقاطعة لانكشير، والذي كان عضوا في جماعة رافضي الخدمة العسكرية، وهذه صورته بالإضافة إلى دفتر مذكراته. طيب أليكس، يعني ما هي أهمية دور الفنانين، يعني مختلف أنواع الفن أثناء الحرب العالمية الأولى، وكيف انعكس هذا الفن؟
كان دور الفنانين خلال الحرب العالمية الأولى هاما جدا، حيث كانت حكومات الدول ترسل الكثير من الفنانين الرسميين المتخصصين بالحروب إلى ساحات الجبهات والمعارك، لأن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي نعرفها اليوم لم تكن موجودة آنذاك، لذلك لم يكن الناس يعرفون حقيقة ما يجري على الجبهة الغربية. لذا كان يتم إرسال الفنانين إلى الجبهات الأمامية لرسم صور من هناك ونقلها إلى الناس في بلادهم. في نفس الوقت كان هناك فنانون موجودون في الجبهات الداخلية، مثل الفنان الذي صور هذه اللوحة الرائعة الموجودة أمامنا، وهي لوحة لمصنع في أوبنشير في مانشستر، وبإمكانك أن ترى حرارة المصنع وكذلك القذيفة الضخمة التي تمت صناعتها وطولها 18 بوصة، وهي من أكبر القذائف التي صنعت لترسل إلى الجبهة الغربية. يمكنك أن ترى العرق والقاذورات وآثار الدخان بادية في الرسم، لكنك ترى أيضا في الصورة مدى أهمية العمل الذي يقومون بإنجازه، ولا يمكن أبدا التقليل من قيمته. هناك أيضا الفنانان جيبس ونيفنسون، وهما من أشهر فناني الحرب العالمية الأولى، ويعرض لهما هنا 8 لوحات. نيفنسون صور في لوحته نساء في طابور انتظار الطعام في الحرب، أما جيبس فتظهر لوحته سيدات من الطبقة الأرستقراطية، وبالرغم من أن أفراد هذه الطبقة لم يشاركوا في الحرب من خلال تحمل العناء والقاذورات والعمل في المصانع، لكنهم يعتبرون من المساهمين عبر جمعهم لأشياء والتبرع بها ليتم إرسالها إلى الجبهة الأمامية. كان هناك أيضا مخطط فني كبير للحرب نشأ في الجبهات الأمامية، وكان يبين للناس طبيعة الحياة في الجبهة الغربية. وأكرر القول إن ما نراه اليوم من صور في الأخبار كان يقوم مقامه الفن في الماضي، حيث كان الفن وسيلة هامة كي يفهم الناس ما يجري في الحرب، وللاحتفاظ أيضا بسجل فني عن مجريات الأحداث الهامة جدا. مثلا جيلبرت روجرز أحد فنانين اثنين متخصصين بالرسوم الطبية في الحرب العالمية الأولى، وأهم لوحتين له معروضتان هنا في هذا المعرض. إحداهما تدعى إيبرا 1915، وهي اللوحة التي رسمها في فترة مبكرة من بدايات عمله كفنان حرب، وتعبر عن تدمير قرية إيبرا. وتبدو في هذه اللوحة الصورة إيجابية دون أي وفيات، ويظهر أن الرسام كان إيجابيا في تصوير مشاهد الحرب في بداية مهنته كرسام حرب، لكن لاحقا عند اقتراب نهايات الحرب رسم جيلبرت لوحة اسمها مد طين، ويظهر فيها مقاتل بريطاني في أحد الخنادق وهو ملطخ بالطين. يعني هناك تحول في الحالة النفسية للفنان تغير مع تطور مجرى الحرب. طب أليكسن، هل هذه الحالة السوداوية لدى الفنانين انعكست في الفنون الأخرى كالشعر مثلا؟ نعم بالتأكيد، ظهر اتجاه في الشعر يحمل نظرة سوداوية عن الحرب العالمية الأولى. فعلى سبيل المثال يوجد هنا مجموعة نصوص معروضة ومجموعة مخطوطات شعرية أصلية كتبت بخط الشاعر ويلفرد أوين. هذه المخطوطات قدمتها لهذا المتحف مكتبة بودليون في جامعة أوكسفورد، وتعطينا هذه الأشعار صورة عن مدى تقدم الشعر أوين كشاعر في مرحلة مبكرة. وبالفعل شكلت أعماله انطباعاتنا الحالية عن الحرب العالمية الأولى وعن حياة المجتمع والحياة اليومية في الخنادق. كم هو مدهش أن يكون هذا كله موجودا في صالة العرض هذه. جورج غروس هو فنان ألماني ساخر، أثارت رسوماته العارية وانتقاداته للمجتمع غضب الكثيرين. في هذا المعرض في لندن نتعرف على بعض رسومات غروس وتأثير الحرب العالمية الأولى على أعماله.
George Cross was a highly estimated German artist. George Gross فنان مهم جدا ولكنه منسي في هذا البلد. قد يكون معروفا لدى الجيل البالغ من العمر 60 و70، أما الجيل الأصغر فيجهله. لذلك رأيت أنه من المفيد عرض أعمال جورج غروس على الجيل الأصغر وتحديداً اليافعين الطلاب، فهذه الباقة من الشخصيات التي رسمها وجسدت ووصفت في المجموعات الخاصة ببرلين خلال النازية ستثير اهتمام الجيل الشاب. تحمست لهذا العمل لأني نشأت على فنه. ضمت مكتبة أبي العديد من كتبه ومجموعاته. شعرت بأن الجيل الشاب في هذه المرحلة الانتقالية، في هذه الأوقات الفاسدة والمفسدة والمتمحورة حول الهوس بجني المال، سيجد علاقة بين شخصيات جورج غروس والواقع المعاصر، وهذا ما كان عليه الحال. لذا بحثت عن أعمال جورج غروس واشتريت قبل سنوات من مزاد في نيويورك مجموعة من رسومه التي تحمل اسم أكي هومو أو هو ذا الرجل، التي نشرها عام 1923 في ذروة التضخم المالي في ألمانيا وذروة خيانة المجتمع الألماني. ومن هذا المنطلق شعرت بأن ما كان حاصلاً حينها يتطابق مع الأزمة الاقتصادية العميقة الراهنة. أظن أنه كان مرتبكاً نوعاً ما في طريقة تصويره لما كان يجري في برلين، على سبيل المثال ما نشره مع دار النشر اليسارية. لم يبدو فيها يساريا حقا، وإنما كان يصور البلوريتاريا بالازدراء نفسه الذي كان يصور البرجوازية عليه، وأجد هذا التناقض مثيرا للاهتمام. اختلف غروس في النهاية مع الحزبين الشيوعي والقومي الذي انتمى إليهما، وكلاهما لم يحبه في النهاية، وأظن أن هذا التحول مثير للاهتمام. كانت أكي هومو المجموعة الأولى التي اشتريتها، وقد ضمت نحو 100 رسمة. ثم اشتريت مجموعة صغيرة ثانية باسم هنترغروند، وهي ترتبط بشكل أكبر بالحرب العالمية الأولى نفسها وليس بالحقبة اللاحقة لها، كما هو الحال في مجموعة أكي هومو. كنت معجباً كبيراً بهنترغروند، لذلك بحثت كثيراً كي أعثر على النسخة الأصلية منها. كان جورج غروس في حينها في عام 1928 يعمل مع شركة مسرح يديرها إروين بيسكاتور، وهو أحد أعظم مبتكري المسرح السياسي في ألمانيا. وحين انتقل إلى المنفى في أمريكا كان مبتكر أسلوب جديد في التمثيل، كان مارلون براندو مثلاً من رواد مدرسته. وظف بيسكاتور جورج غروس ليرسم هذه المجموعة لرواية الجندي المطيع شفيك للروائي التشيكي يروسلاف هاشيك، لكن الرواية تم تحويلها من قبل بريشت وغيره إلى مسرحية. فتسلم غروس مهمة تصميم المسرح الخاص بها، رسم الخلفية للمسرح وصنع فيلماً تصويرياً لها، وجميعها ضاع باستثناء هذه المجموعة الصغيرة هنترغروند ومعناها الخلفية. والمجموعة هذه هي الكتيب نفسه الذي قدم إلى الجمهور الذي حضر العرض الافتتاحي للمسرحية عام 1928 في ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918. While Ecce Homo as a social, يمكن اعتبار Ecce Homo بما أنها مجموعة صور اجتماعية تصور سنوات التضخم كفيلم يعبر أمام عينيك. يمكنك قراءته كسلسلة متعاقبة جمعتها بنفسي تماماً كما أرادها غروس أصلاً في الرواية، ثم أضفت إليها مجموعة هنترغروند كي يرى الجمهور الصدمة التي خلفتها الحرب العالمية الأولى، وهي تساعد بطبيعة الحال على فهم التشويش الاجتماعي والأخلاقي الذي تجلى في الرسوم المصورة الأخرى. أسلوب جورج غروس في الرسم في تلك الفترة كان مميزاً للغاية، ويجب أن لا يساء فهمه كرسام كاريكاتير، فهو خطاط مهم جداً، أحد أفضل أبناء جيله، وهو بأهمية دومبيه وغويا مثلاً من أزمنة أخرى، حيث أبدى صدقاً وحدة بصيرة تعكس المزاج العام في تلك الفترة. لقد شعر بالطبع بمسؤولية سياسية أيضاً قادت إلى وصفه المكانة الاجتماعية لهؤلاء الناس الذين عاصرهم.
ليست هذه رسوما كاريكاتورية، بل هي دراسة لشخصيات تلك المرحلة، وهي ذات قيمة عالية في التوثيق لتلك المرحلة. فالهوة الاجتماعية في تلك المرحلة كانت كبيرة. هنا صورتان لرجلين يتسولان في برلين. لقد خسرا أصدقاءهما وعائلتيهما. لقد خسرت ألمانيا في معركة واحدة فقط في الحرب العالمية الأولى 30,000 جندي، غالبيتهم من الطلاب، من أبناء هؤلاء الأشخاص. معدل القتلى في الحرب العالمية الأولى كان هائلاً بسبب القيادة العسكرية المجنونة في ألمانيا لهندنبرغ ولوندندورف، وكانا رجلين بلا رحمة، فقد أرسلا الطلاب من الجامعات إلى المعارك للقاء حتفهم، وهذا ما حرم ألمانيا من جيل من المبدعين والأساتذة. جميعهم قضوا. في الإرث الذي خلفته الحرب العالمية الأولى وما أعقبها، أظن أن هناك تركيزاً كبيراً على ما حدث خلال الحرب. فهو عاش في الحرب لكنه أبعد عنها لأنه كان غير مستقر نفسياً. صحيح أنه خدم في الحرب، لكن الأمر يتعلق أكثر بإرث الحرب العالمية الأولى. كان جورج غروس فناناً بارزاً في زمنه، تأثرت أعماله بالحرب العالمية الأولى. كان يصور الحياة والثقافة الأمريكية على أنها مثالية، لكن بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 1933 تغيرت أعماله بشكل تام، فلم يكن فيها النقد الذي عرف به. لم تكن سوداوية أو مظلمة أو متطرفة. يمكنك ملاحظة تأثير الحرب على الفنانين وكيف انفجرت حركة الفنانين بعدها، وأظن ذلك شيقاً للغاية. هناك الكثير من الوجوه العسكرية الظاهرة في لوحاته، حيث يمكنك رؤية الكثير من الجنود الذين رسمهم بنوع من الازدراء وصور حياتهم بعد الحرب، وأظن أنك تستطيع رؤية ذلك من خلال اللوحات. كان معارضاً للفكر العسكري والسلوك العسكري، ويمكنك رؤية ذلك، فقد كره الحرب وكره الصراع الذي أنتج الرأسمالية والقومية. عندما تتحدث إلى الجيل اليوم من الذين يرون الماضي كجزء من التاريخ، تجد أن لا أحد منهم يتقبل فكرة السماح بذبح كل هؤلاء الشباب فقط من أجل تحقيق كسب صغير. ومن بقي منهم على قيد الحياة من تلك الحقبة عاشوا في تشرد وفقر مدقع، ولم تكن لديهم أي فرصة للعيش. تسولوا في الشوارع فيما يعبر أمامهم سكارى وأثرياء جدد، برجوازيون صغار، كلها مشاهد فظيعة. لقد شكلت الهوة الاجتماعية صدى لعدم المساواة في مجتمع تمكن من دفع أبنائه إلى حتفهم. الأثر الكبير للحرب العالمية الأولى لم يقتصر على المجتمعات الكبيرة، بل تأثر بهذه الحرب أصغر المجتمعات حتى القرى. براكنل على سبيل المثال قبل الحرب العالمية الأولى كانت قرية صغيرة، ولكن بعض الشبان الذين شاركوا في هذه الحرب انتهى بهم الأمر في مصر أو في القدس. وفي الذكرى المئوية للحرب تستذكر براكنل ما قدمه سكان هذه المنطقة من خلال مجموعة من الصور التذكارية. I
كلفني مركز الثقافة والفنون في براكنيل بتنظيم معرض عن تأثير الحرب العالمية الأولى على هذه البلدة، كيف كانت قبل الحرب وإلى أين ذهب أبناؤها كجنود في أنحاء العالم. أعتقد أن معظم الناس يظنون أنهم حاربوا في إنجلترا أو في فرنسا، لكن في الحقيقة الكثير من رجال براكنيل خدموا في القدس ومصر، فكان لابد من تبيان ذلك في المعرض أيضا. تضمن المعرض مواد عديدة من مجلة بيركشير الحربية، وهي نوع من الدعاية الخاصة بإنتاج جداريات. هناك الكثير من المواد الدعائية عن عائلات مثلاً من 5 أو 6 أبناء شاركوا جميعاً في القوات المسلحة بطريقة أو بأخرى. لدي صور أين انتهى بهم الأمر، بعضهم أمام الأهرامات في مصر. هناك أعمال عن التأثير المحلي للنساء وكيف شاركنا في الحرب، الأعمال الخيرية وكيف كانت الفئة الوسطى تساعد مخيمات اللاجئين البلجيكيين الذين أتوا إلى بيركشير خلال فترة الحرب. هناك مواد عن الجنازات العسكرية وكيف أثرت على براكنيل، إذ كانت ترتب جنازات كبيرة عند وفاة شخص ما. من المثير حقاً أنه حتى بعد 100 عام فإن الكبرياء المحلي والوطني يتحرك في الناس عندما يرون رجالاً من بلدتهم ذهبوا إلى الحرب وعدداً كبيراً منهم خسروا حياتهم. توماس إدوارد لورنس، المعروف في بريطانيا بـ T.E. لورنس، والمعروف في العالم العربي بلورنس العرب، وهو الذي كان له دور كبير في تحريض القبائل العربية على قتال العثمانيين أثناء الحرب العالمية الأولى. لورنس العرب وثق ذلك في كتابه Seven Pillars of Wisdom، أو أعمدة الحكمة 7، ولكن لهذا الكتاب نسخة خاصة لم يطبع منها سوى 200 كتاب. سهى زندين بحثت عن هذه النسخة هنا في بريطانيا ووجدتها في إحدى المدن التي لا يمكننا ذكرها بسبب طلب صاحب الكتاب خوفاً عليه من السرقة. أنا في طريقي إلى إحدى مدن جنوب بريطانيا لتقفي أثر كتاب نادر، الكتاب بعنوان أعمدة الحكمة 7، وقد وضعه لورنس العرب خلال الحرب العالمية الأولى ليروي فيه كيف أنه استطاع من تجنيد رجال القبائل العرب لتأييده والوقوف إلى جانب بريطانيا ضد الدولة العثمانية. أهمية الكتاب أنه طبعة واحدة من 200 فقط موجودة في العالم، وهو الكتاب نفسه الذي شكل أساس الفيلم الشهير الذي أدى بطولته بيتر أوتول. رايم، ما حكاية هذا الكتاب؟ كيف انتهى معك؟ It used to belong to my grandmother who
الكتاب كان ملكا لجدتي التي كانت حينها كاتبة شهيرة. أذكر أنه حين كنت صغيرا كان الكتاب في الغرفة مرميا على الأرض يلتقطه الأطفال وما من أحد يكترث له، كنا نتقاذفه فيما بيننا. عندما توفيت جدتي بيعت كل مقتنياتها في مزاد. سمعت في الأخبار أن جدتي ناومي ميتشيسون كانت تملك هذا الكتاب وهو يباع الآن في مزاد. ما كنت لأسمح بذلك. رفعت سماعة الهاتف واتصلت بدار المزادات قبل 3 دقائق من إغلاق باب المزايدات. طلبت المشاركة وأغلقت الهاتف. اتصل بي الرجل من المزاد بعد 5 دقائق وكانت أكثر لحظات حياتي إثارة. رفعت المطرقة في اللحظة الأخيرة، وضعت مزايدتي وحصلت على الكتاب. كان الأمر مخيفاً لأن ثمنه باهظ للغاية، لكن الكتاب عاد إلى العائلة. ظهر في الصحف خبر بعنوان مراهن غامض من الجنوب حاز الكتاب. إنها طبعة محدودة لم يصدر منها سوى 200 طبعة، خصصت فقط للمشتركين بالمراسلات معه. وكيف تعرفت جدتك على تي إي لورنس؟ جدتي عرفت لورانس العرب، زارها لاحتساء الشاي. هذا كل ما أذكر أنها قالته عنها، ويبدو أنها قررت أن تشترك في المراسلات. هل هو من أعطاها الكتاب؟ لم يهدها لورانس الكتاب، كان بحاجة للمال. لقد اشترته، فهو كتاب مكلف حتى في ذلك الوقت لأن خرائطه وصوره رسمت ببذخ. جدتي عرفت لورانس عن طريق العلاقات السياسية. كانت لجدتي ناومي ميتشسون روايات معروفة، وزوجها جدي ديك كان في حزب العمال وكان نائبا في البرلمان. أظن أن لورانس عرفها عن طريق دائرة الكتاب والأصدقاء المشتركين، وكان لورانس بدوره في دائرة العلماء والباحثين، وذهب في عملية بحث في الحضارة اليونانية. أما جدتي فكانت من أتباع النظرية الشعبوية للقيم اليونانية. بحسب فهمي، الطبعة الأولى من أعمدة الحكمة 7 ضمت 8 نسخ، والثانية 120 نسخة، ثم صدرت مجموعة للمكتتبين الخاصين من 200 نسخة، وكانت مكلفة جدا، خصوصا أن بها رسوما ومخطوطات تفصيلية نراها هنا. ولورانس كان مديونا وكان مصرا على عدم جني الأرباح من أعمدة الحكمة 7، لكنه أيضا أراد تغطية نفقاته. لذلك في عام 1927 أصدر ثورة في الصحراء، وهي نسخة مختصرة من أعمدة الحكمة 7 وحققت مبيعات عالية، لكنه منح كل الربح لجمعيات خيرية تابعة لسلاح الجو البريطاني، ولم يحتفظ بأي مال لنفسه. كان رجلاً رائعاً. الرائع في أعمدة الحكمة 7 أنه يعرفنا على وجوه لورانس المختلفة. يعتقد كثير من الباحثين أن المعني في الإهداء هو سليم أحمد، فتى عربي مقرب من لورانس وتوفي بشكل مأساوي قبل انتهاء الحرب. نحن نشتبه في صداقتهما، لكن لا تأكيدات حيال نوع العلاقة. للكتاب صلة تامة بما يحصل في العالم اليوم، لأنه يروي القصة وراء ترسيم الأراضي العربية. كانت مهمة لورانس أساساً قيادة رجال القبائل العربية ضد العدو التركي في الحرب العالمية الأولى. كان محباً للقتال، والبدو كانوا كذلك محبين له. لقد ولد للمهمة وكان شجاعاً للغاية، ونجح في الجمع بين قبائل متناحرة، وشكل هذه القوة التي حققت نجاحاً باهراً، إذ تمكنوا من تحويل مسار العديد من القوات التركية المسلحة وحاصروها وطاردوها في الصحراء على سنام الجمال. كان جزءاً من الاتفاق من وجهة نظر العرب أنه سيصير لهم كلمة في بلاد يحكمونها، لكنهم تعرضوا للخيانة لأن الدبلوماسية كانت ناشطة خلف الستار، واتفاق سايكس بيكو والاتفاق السري بين الفرنسيين والإنجليز الذين رسموا أجزاء مختلفة من الأراضي العربية. حصل الروس على نسخة من المخطط وتم نشره، مما شكل إحراجاً كبيراً. الكتاب يروي كل الألاعيب الدبلوماسية المتتالية التي حرمت أولئك الذين خاضوا حرباً لمصلحة الإنجليز من حقوقهم. أظن أن لورانس شعر بأنه خذلهم في النهاية.
عند تأليفه الكتاب كان حزينا للغاية، وكان ضمن فريق مفاوضات الأمير فيصل لعام 1919 خلال الحرب العالمية الأولى، عندما شعر بأن القضية العربية تعرضت للخيانة من قبل الإنجليز والفرنسيين، وهو فعلا ما كان عليه الحال. كما أنه أعاد الانتساب إلى الحربية باسم مستعار، وكان هذا شبه مستحيل نظرا لشهرته الواسعة، لا سيما بعد الصور التي نشرها له المصور الأمريكي الذي جعل من لورنس أو لورنس العرب وجها عالميا. حاول الهرب من الأضواء عبر استخدام اسم مستعار، وحتى عبر اللجوء إلى الهند كان شخصية مثيرة للتناقضات، فهناك الكاريزما الخاصة به، وكيف أن ضابطا إنجليزيا فعل ما فعله، ولكن أيضا هناك في مقابل بطولاته حقائق مقلقة. حين اعتقل من قبل الأتراك في درعا ولم يعرفوا هويته وضربوه، وربما تعرض لانتهاكات من قبل حاكم المدينة، ويبدو أن ما حصل أثر عليه نفسيا بشكل عميق، حيث تحدث عن ذلك في الكتاب. هناك لغة مقلقة وتجربة مخيفة. هناك أيضا مجزرة طفس، حيث قتل الأتراك رجال ونساء طفس في سوريا. عندها وانتقاما من ذلك أمر لورنس بقتل كل السجناء، وكان ذلك بعد معركة ضارية. وبحسب الكتاب ما حصل كان دمويا ومخيفا للغاية. في بعض الأحيان يظهر لورنس محبا للظهور، وفي أحيان أخرى يبدو محبا للتخفي. وما قيمة الكتاب كعمل أدبي وتاريخي؟ أولا وقبل كل شيء هو كتاب عن مغامرة طلابية، فقد كان لورنس إلى حد بعيد من نوعية طلاب العلم المغامرين. هو ليس عملا سياسيا فلسفيا، وإنما حكاية معارك رائعة جرت وسط الألاعيب السياسية، وعن الأشخاص المدهشين الذين حاربوا معه. ما من شك في أن تي إي لورنس لم يكن مجرد نابغة عسكري، بل أيضا كتب أجمل القصائد النثرية، وله أصدقاء من أمثال برنارد شو ووجوه بارزة عديدة من زمنه. إنه شخص بجل الكلمات المكتوبة عبر قدرته الوصفية، فقد وصف كيف قاد العرب في الحملة ضد الأتراك، كيف دمر طرقات سكك حديد، وكيف قاد اعتداء رائعا ضد الأتراك في العقبة، وهو ما شكل محور الحملة. كما كان مهما في السيطرة على دمشق، كان هذا جزءا من الحرب، حيث لورنس الذي كان مقربا من العرب وركب الجمال وأتقن اللغة العربية كما لو أنه من السكان الأصليين، وكان محبوبا من البدو، لكن كان أيضا ضابطا إنجليزيا له ولاء لإنجلترا. وهناك غموض في شأن شخصيته، لأن الإنجليز ومعهم الفرنسيين كانت لهم خطة سرية أخفوها عن الثوار العرب ومن يقودون الحملة. الكتاب تعرض لانتقادات حتى من قبل تشرشل. لقد مر الكتاب بمرحلة عاصفة، فقد أضاع لورنس جزءا من نصه على متن القطار وأعاد كتابته من الصفر، ثم مر بتغييرات عديدة وتعرض لنقد لاذع. قد يقول العديد إنه كتاب لا يمكن قراءته لأنه مكتوب بطريقة ترتبط بزمانها حيث الأسلوب التضخيمي، وهو على عكس طريقة وصف تشرشل لتجربته الخاصة في الحرب، وبين الكتابين خط موازاة. فتشرشل كتب كتابا رائعا حرب النهر، وفيه وصف كيفية القيادة في مكان مليء بالناس الراغبين في قتلك. تشرشل نقل بطريقة مفعمة بالحياة ما جرى، ولورنس حين وصف الجمال كان رائعا أيضا، لكنه كتب ذلك بنظرة شخصية جدا. لذلك أظن أن تشرشل كان على حق في انتقاده لعمل لورنس. هل تفكر بالاحتفاظ به أم ببيعه؟ إذا واجهت صعوبات مادية فقد أبيع الكتاب، لكنني أفضل الاحتفاظ به لأجل العائلة. أظنه كتاباً نبيلاً، ليس عملاً رائعاً بحد ذاته، لكن به شيء محبب للغاية، وسأشعر بالأسف لخسارته. ربما يمكنني أن أعرض بعض الصور. سأريك بعض الشخصيات المفضلة لدي. زاجي شخصية باهرة، كان كبير حراس لورنس. هو بدوي، وصفه الإنجليز بأنه كبير قاطعي الحناجر، لكن لورنس كان يجيب نعم، لكن رجالي لا يقطعون الحناجر إلا بأمر مني.
الرجل العظيم كان فيصل، وهنا صورة له، كان رائعا. لم يكن جزءا من المحاربين، بل تم ذكره من حين لآخر في الكتاب بوصفه من الحلفاء. إنه الرجل الكبير خلف التحرك. وهل نحن بحاجة إلى كتاب آخر وإلى تي لورنس آخر؟ سيكون هناك أشخاص مغامرون يفعلون أشياء رائعة، ونحن بحاجة إليهم، وسيكون رائعا لو أنهم يجيدون الكتابة أيضا. Thank you very much. هذه الحلقة الخاصة من آفاق انتهت. انتظرونا الأسبوع القادم في الموعد عينه في حلقة خاصة ثانية عن الحرية والفن. إلى ذلك الحين لا تنسوا أن تتابعوا صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/bbcarabic آفاق، حيث يمكنكم التعليق على المواضيع المطروحة واقتراح مواضيع جديدة للبرنامج. كما يمكنكم متابعتنا على تويتر @bbc_آفاق. إلى أن نلتقي مجدداً، لكم مني ومن فريق الأعداد أطيب التمنيات. إلى اللقاء.